من خصائص يوم الجمعة السواك، وقد أشير إليه كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، فيستحب للمسلم أن يستاك في هذا اليوم. وليعلم أن ما يفعل من شراء المسواك عند دخول الخطيب بعد رفع النداء حال دخول الخطيب فإنه لا يجوز أن يشترى السواك أو غيره، ويكون البيع باطلاً لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.